السلام عليكم، أهلا بكل متابعين القناة. إن شاء الله تعالى تتعرض وسط المملكة العربية السعودية إلى منخفض جوي تصنيف مرتفع مع صباح يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى 14 مارس 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة إلى يوم الجمعة الموافق 15 مارس. والآن مع استعراض الرصد، كما نشاهد المنطقة المستهدفة وسط المملكة العربية السعودية واحتمال تساقط أمطار غزيرة وبرد على هذه المنطقة. تستمر هذه الحالة حتى يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى مع أمطار متفاوتة ومتفرقة على وسط المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله تعالى لنا متابعة للأسبوع القادم للوقوف على الحالة المتوقعة للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.